السلام عليكم اذا غنحاولو في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح التمرين الاول واحد صافي ها هو التمرين واحد صفحه 126 من الكتاب ديال المفيد الناس نتا الثانيه باك علوم رياضيه الدرس ديال الاشتقاق ودراسه الدوال والدوال الاصليه اوكي اذا هنا قالوا لنا باستعمال التعريف بين ان اف قابله للاشتقاق في اكس زيرو محددا العدد المشتق يعني الصوره ديال اكس زيرو بدالة اف بريم في كل حالة من الحالات التالية عندنا هنا تمنية الحالات شنو هو التعريف شنو هو التعريف اذا نقول اولا باش نحسبه نبينو بان دالة قابلة للاشتقاق ليميت ديال دو اكس ناقص اف دو اكس على اكس ناقص اكس 0 عندما يؤول اكس الى اكس صافي في الحاله الا عطاتنا هاد ليميت هادي واحد العدد ا صافي الا عطاتنا واحد العدد ا ينتمي ل ار نقول ان اف قابله للاشتقاق للاشتقاق في اكس زيرو و اف بريم ديال اكس زيرو هو أ. صافي هو العدد اذا هذا الشيء اللي غنمشيو نخدمو في هذه هاد الحالات هادو كامل هذا الليميت عندنا الحاله الاولى عندنا الحاله واحد هي f دو اكس تساوي جذر مربع اكس اس 2 زائد واحد و x تساوي صفر و إكس صفر تساوي صفر إذا غنديرو الدراسة ديال اشتقاق الدالة إف في هاد النقطة هادي إذا غنمشيو نحسبو العدد المشتق ليميت كري ليميت اف دو اكس ناقص اف ديال اكس زيرو شنو هو اكس زيرو عندنا هنايا هو زيرو على اكس ناقص زيرو عندما يؤول اكس الى صفر تساوي ليميت اكس متى صفر اف دو اكس هي جذر مربع اكس اس جوج زائد واحد ناقص اف زيرو الى حسبناها اش غتكون عندنا صفر غنحسبوها بهذه هي صفر اس جوج زائد واحد اللي هي جذر مربع واحد اللي هي واحد صافي اذا غنجيو لهنا تيرو ناقص واحد على اكس صافي تساوي صافي تساوي هنا شنو غنمشيو الا مشينا عوضنا مباشره كتعطينا شكل غير محدد اذا غنمشي ونضربه مثلا نحدو الشكل غير نحيدو الشكل غير محدد غنضربو في المرافق هي إكس أس اثنان زائد واحد ناقص واحد شنو هو المرافق ديال هو جدر مربع إكس أس جوج زائد واحد إذا هنا زائد واحد هاد ناقص كتولي زائد على إكس ومادام مادام ضربنا في هذا العدد في البسط خصنا نضربو في المقام في نفس العدد إكس أس جوج زائد واحد زائد واحد صافي تساوي هي الليميت لما ما يقول إكس إلى صفر دابا هاد الوسط كيعطينا مسابقة مع رقم ثلاثة اللي هي جذر مربع إكس أس جوج زائد واحد أس اثنان ناقص واحد أس اثنان على إكس عامل جذر مربع إكس أس جوج زائد واحد زائد واحد اللي هي الليميت لما يقول x إلى صفر هي x أس اثنان زائد واحد ناقص واحد لا x عامل جذر مربع x أس جوج زائد واحد زائد واحد تساوي ليميت x يقول إلى صفر واحد ناقص واحد إذا نقص هنا x أس جوج على x من الجذر مربع x أس جوج زائد واحد ناقص زائد واحد تساوي هي ليميت اكس هذا زيرو هنا غنختازلو بالاكس وغتبقى لنا واحد الاكس في البسط وهنا في المقام غتبقى لنا اكس اس 2 زائد واحد زائد واحد وهذا الشيء هذا كامل الا حسبناه دابا الا عوضنا بالاكس هنا في البسط تعطينا زيرو وهنا في المقام تعطينا زيرو على جوج اللي هي صفر اذا ها هي عطاتنا عدد ومنه اف قابله للاشتقاق قابلة للاشتقاق في نقطة صفر و إف بريم ديال صفر شحال لقينا هو زيرو صافي إف بريم ديال صفر هي صفر هادي فيما يخص الحالة الأولى ندوزو للحالة الثانية إذا بالنسبة للحالة الثانية عطاونا إف دو إكس هي واحد على إكس أوس إثنان زائد جوج هنا هنا عفوا المهم إكس زيرو قالولنا هي ناقص جوج صافي عاود غنمشيو بنفس الطريقة غنحسبو الليميت الليميت ديال اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو شنو هو اكس زيرو هو ناقص جوج شوف على اكس ناقص ناقص اكس زيرو في المقام دائما كنديرو اكس ناقص اكس زيرو عندي اكس زيرو هنا ناقص جوج اذا تساوي هي ليميت اكس غادي هنا دائما اكس غادي ناقص جوج ناقص جوج اذا هنا في المقام شنو غتجينا هنا اكس زائد جوج هنا اف دو اكس هي واحد على اكس اس اثنان زائد جوج وهنا إذا مشينا حسبنا اف ديال ناقص جوج شحال غتكون هي واحد على ناقص جوج اس جوج زائد جوج هي واحد على اربعة زائد جوج اللي هي واحد على ستة صافي اف ناقص جوج هي واحد على ستة ناقص واحد على ستة إذا تساوي نورمالمون خصني ندير تساوي تساوي, تساوي. غير باش تكون الكتابة باينة إذا هنا ليميت إكس غادي ناقص جوج هنا غنوحدو المقام يكون مقام موحد شنو هو هو عامل اكس جوج زائد جوج اذا هاد 6 غنولي نضربها هنايا ستة 6 اكس جوز. اكس اس جوج زائد جوج غنضربها في اذا غتجيني ناقص اكس اس جوج زائد جوج على اكس زائد جوج اوكي تساوي ليميت اكس غادي ناقص جوج اكس اس اثنان زائد جوج عامل إكس زائد جوج صافي هذه غتكون هي ستة ناقص إكس أس إثنان ناقص جوج تساوي ليميت إكس غادي ناقص جوج هنا ستة ناقص جوج هي أربعة ناقص إكس أس جوج هنا إكس أس إثنان زائد جوج عامل إكس زائد جوج لي هي ليميت اكس غادي ناقص جوج هذه الا في الوسط هي متطابقه هم رقم ثلاثة لي هي جوج ناقص اكس عامل جوج زائد اكس حيث اربعة هي جوج اس جوج صافي على اكس اس اثنان زائد جوج عامل اكس زائد جوج هنا ممكن نختزل عندي جوج زائد إكس ولا جوج زائد إكس هي إكس زائد جوج و بهادي هنا في الأخير هي ليميت إكس غادي ناقص جوج جوج ناقص إكس على إكس أس اثنان زائد جوج دابا غنجيو نعوضو هي جوج ناقص إكس شحال غادي هي ناقص جوج على ناقص جوج أس جوج زائد جوج إذن هنا جوج ناقص ناقص دونك هي غتعطينا زائد جوج زائد هي ربعة ناقص جوج أس جوج هي ربعة زائد جوج هي ستة اختزلنا غتعطينا هي جوج على ثلاثة صافي ومنه إف قابلة للإشتقاق في ناقص جوج و إف بريم ديال ناقص جوج تساوي جوج على ثلاثة صافي هذه فيما يخص العملية ثانية عنده زو عملية ثالثة إذا العملية الثالثة عطاونا إف دو إكس كتساوي إكس مضروبة في القيمة المطلقة ديال إكس وهنا إكس زيرو كيساوي صفر إذا غنجي ندير هنا ليميت صافي ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر إف دو إكس ناقص إف زيرو اكس ناقص زيرو تساوي صافي تساوي غنمشي نكمل هنايا هي ليميت ماؤول اكس الى صفر شنو هي اف دو اكس هي اكس القيمه المطلقه د اكس وشنو هي اف زيرو الى عوضنا هنا بزيرو غيعطينا زيرو وهنا اكس ناقص زيرو تكون هي اكس وغنختزلوا كتبقى لنا هي ليميت ديال القيمه المطلقه دي إكس عندما أقول اكس الى صفر لي هي القيمه المطلقه ديال صفر والقيمه المطلقه ديال صفر هي صفر ومنه اف قابله للاشتقاق قابله للاشتقاق في صفر و اف بريم ديال صفر العدد المشتق في النقطه صفر هو صفر صافي هذه العمليه الثالثه الحالة الرابعة عندنا f دو اكس كتساوي جذر مربع ديال القيمة المطلقة ديال x زائد ثلاثة كل شيء اس ثلاثة و اكس زيرو يساوي ناقص ثلاثة صافي اذا انا غنجي غنحسب الليميت دائما غنكتب الليميت لما يقول اكس الى ناقص ثلاثة f دو اكس ناقص f ديال ناقص ثلاثة على اكس ناقص ناقص ثلاثة تساوي هي الليميت عندما يقول إكس إلى ناقص ثلاثة هنا بعد في المقام غتجينا ناقص ناقص غتولي يعني عندنا هي زائد إكس زائد ثلاثة إف دو إكس هي جذر مربع ديال إكس زائد ثلاثة قيمة المطلقة كلشي أس ثلاثة صافي كلشي أس ثلاثة شحال هي اف ناقص ثلاثة اف ناقص ثلاثة إلا حسبناها غتعطينا صفر صافي غتعطينا صفر مزيان تساوي الليميت دونك هنا إلا عوضنا راه غتعطينا شكل غير محدد إذا خصنا نشوف هو كيف نديرو نختازلو ولا شي حاجة هاد الجدر مربع هاديك القيمة المطلقة ديال إكس زائد ثلاثة لكل أس ثلاثة ممكن نديرها هي إكس زائد ثلاثة أس اثنان في القيمة المطلقة ديال إكس زائد ثلاثة صافي على اكس زائد ثلاثة اوكي على اكس زائد ثلاثة أنا غير فرقت لهم هاد هي جوج زائد واحد اذا هنا فرقتهم تساوي هي الليميت عندما يقول اكس الى ناقص ثلاثة جذر مربع ديال اكس زائد ثلاثة اس الجذر مربع ديال القيمة المطلقة ديال إكس زائد ثلاثة هنا على إكس زائد ثلاثة تساوي هي ليميت إكس غادي ناقص ثلاثة هذه ممكن دابا شنو عندنا هادشي اللي داخل الجذر مربع قيمة مطلقة إذا راه موجب وبالتالي غتعطيني هي إكس القيمة المطلقة ديال إكس زائد ثلاثة في جدار مربع ديال إكس زائد القيمة المطلقة ديال إكس زائد ثلاثة على x زائد 3 دابا هنا شوف هنا في الغالب في القيمه المطلقه كنمشيو نشوفو على اليمين وعلى اليسار يعني فوقاش تكون موجبه يعني كنعرفو دائما واحد الحاله القيمه المطلقه ديال x عندها جوج حالات يا كتساوي لنا اكس يا كتساوي ناقص ديال اكس ناقص ديال هادشي هنا في حاله إذا كان اكس موجب هنا إذا كان اكس موجب هنا إذا كان اكس سالب اذا كان اكس سالب كتساوي لنا هاد الحاله هذه دابا حنا هنا يا اما غتجينا ناقص انا نشرح لكم اذا هنا القيمه المطلقه ديال اكس زائد 3 على اكس زائد 3 عندنا جوج حالات القيمه المطلقه ديال اكس زائد 3 يا اما غتساوي لنا هي الناقص ديال اكس زائد 3 او غتساوي لنا اكس زائد 3 ياك يعني هادو جوج حالات على حسب واش واش هادشي اللي هنا الداخل موجب ولا سالب اذا ملي غنجي ندير القيمه المطلقه ديال اكس زائد 3 على اكس زائد 3 غتعطينا هنا يا اما ناقص واحد حيت اش غديني غتجيني هنا اكس زائد 3 على اكس زائد 3 هاي اكس زائد 3 غتبقى لي هنا ناقص واحد او لا غتعطيني واحد صافي يا غتعطيني واحد او لا ناقص واحد اذا هنا ملي غنختزل غتعطيني هنا ليميت اكس غادي لناقص 3 زائد ولا ناقص واحد المهم هذه الكتابه غير باش بلا ما نديرو دوك الحالات في ولكن فاش في جذر مربع القيمه المطلقه ديال اكس زائد 3 حيت علاش علاش ما درتش نفس الحالات باش ما نديرش ديك الحالات اكس كبر من ناقص 3 و اكس غير من ناقص 3 حيت ملي كنجي هنا هذا اللي مرتبط باكس من اللي كنجي لهنا نعوض دائما شحال كتعطيني هادي ناقص ثلاثة زائد ثلاثة هي كل شيء كيعطينا صفر لكن كان هذا كيعطيني كل شيء صفر هو F قابلة للاشتقاق في ناقص ثلاثة أوكي F قابلة للاشتقاق في ناقص ثلاثة و أف بريم ديال ناقص ثلاثة يساوي صفر صافي هذه هي العمليه الرابعه اذا غندوزو دابا للعمليه الخامسه هنا عاوتاني غنشوفو عندنا اف دو اكس هي جذر مربع اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس و اف زيرو هي واحد على جوج هنا غنحسبو غنشوفو قابلية الاشتقاق ولا غنبينو قابلية الاشتقاق في النقطة صفر اذا غنمشيو دائما نحسبو ليميت اوكي ليميت تمام اول اكس الى صفر اف دو اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص ناقص صفر عفوا ناقص صفر تساوي يا ليميت تمام اول اكس الى صفر شنو هي اف دو اكس ها هي هي الجذر مربع ديال اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج كل شيء هنا اكس ناقص صفر هي اكس تساوي هي الليميت الا مشينا هنا عوضنا مباشره راه تعطينا شكل غير محدد صافي يعني بلا ما تعطينا زيرو على زيرو شنو غنمشيو نديرو اول حاجه غنمشي غير نخدم غير على هذا هذا اللي هنا هذا العدد اللي هنا غنضرب في المرافق ديالو يعني شنو غيجيني هنا غتجيني جذر مربع اكس زائد واحد ناقص واحد غنضرب في المرافق ديال هذا الوسط اللي هو عندي جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد اوكي على إكس جدر مربع إكس زائد واحد زائد واحد ناقص واحد على جوج يساوي يعني ليميت إكس يؤول إلى صفر إكس يؤول إلى صفر الكسر كبير هنا إكس هنا لا تجينا جدر مربع إكس زائد واحد. أس جوج ناقص واحد أس اثنان هذه اللي فاضل بسطرة مرة رقم ثلاثة هنا إكس عامل جدر مربع إكس زائد واحد زائد واحد ناقص واحد على جوج تساوي ليميت إكس غادي لزيرو إذا هنا إكس عامل جدر مربع إكس زائد واحد زائد واحد هنا غتعطينا إكس زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد على جوج هي ليميت إكس غادي لزيرو عندي هنا واحد ناقص واحد صفر وكاين عندي هنا إكس وإكس غتختزل وبالتالي غيبقى لي هنا في التالي هي واحد على جذر مربع إكس زائد واحد زائد واحد ناقص واحد على جوج شيء على إكس صافي كلشي هنا على اكس مزيان يعني. اذا دابا غنمشي نوحد المقام صافي غنمشي دابا هنا نوحد المقام يا ليميت اكس يا الى صفر هذا خليه مقام الموحد الفوق هو جوج عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد صافي اذا هنا غتولي تجيني جوج هنا ناقص هذا الشيء هذا كامل في واحد ولكن قبل منهم ناقص اذا غتجيني ناقص جذر مربع اكس زائد واحد ناقص واحد صافي راه نشرت عليهم الناقص تساوي يا ليميت اكس يا الى صفر تبادل هاد المقام اللي هنا نهبطو لتحت غتجيني هي جوج اكس عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد اوكي وهنا غتبقى تجينا هنا هي واحد ناقص جذر مربع اكس زائد واحد صافي حتى هنا الى عوضنا مازال غتعطينا شكل غير محدد وبالتالي شنو غنمشيو نديرو في هذه الحاله غنمشيو نعم نضربو عاوتاني هذا فهاد المرافق ديال شنو هو المرافق واحد زائد جذر مربع اكس زائد واحد حتى هنا نفس الشيء واحد جذر مربع اكس زائد واحد إذن هي ليميت تما يقول اكس الى صفر هنا غتعطينا متطابقه هامة رقم جوج عفوا رقم ثلاثة اللي هي واحد اس جوج ناقص جذر مربع اكس زائد واحد أس جوج هنا جوج إكس وهذه إلا لاحظتو جدر مربع إكس زائد واحد زائد واحد في هادو ممكن يتقلبو وغتعطينا هي جدر مربع إكس زائد واحد أس جوج زائد واحد كلشي أس إثنان باش منبقاوش نكتبو هادشي كامل ليميت إكس غادي لصفر هنا غتكون عندنا واحد ناقص إكس ناقص واحد على جوج إكس عامل جذر مربع إكس زائد واحد زائد واحد أس إثنان واحد ناقص واحد تساوي صفر وغنختازلو هنا بواحد الإكس مع هادي غتبقى لنا ليميت ديال إكس غادي لزيرو ناقص واحد على جوج عامل جذر مربع إكس زائد واحد زائد واحد أس جوج هنا راه هادو كتبقى لنا واحد الإكس كنختازلها مع هاد الإكس اللي عندي هنايا كتبقى لي في المقام ناقص واحد وإلا حسبنا دابا في هاد الحالة عوضنا بزيرو غتكون هي ناقص واحد على جوج الجدر مربع ديال زارو زائد واحد زائد واحد كل شيء أس جوج ليه؟ هي ناقص واحد نا واحد زائد واحد جوج أس جوج هي أربعة جوج هي ثمانية إذا النتيجة في التالي هي ناقص واحد على ثمانية ومنه ف قابلة للإشتقاق اف قابله للاشتقاق في صفر و اف بريم ديال صفر تساوي ناقص واحد على تمنية هذه هي العمليه الخامسه كامله بالنسبه للعمليه السادسه عملية السادسة قالوا لنا اف دو اكس كتساوي اكس اس ان اكس زيرو كتساوي واحد ان كاين هنا الا مشينا المهم هذه ساهلة ل... ما درناش التعريف ساهلة غتجيك ان في اكس موان زيرو ولكن اكس اس ان ناقص واحد ولكن هما طلبو لنا بالتعريف هنا ان كاين تمام يعني ان راه كبر او يساوي واحد صافي اذا غنمشيو عاود ثاني نحسبوا لها الليميت ليميت عندما يؤول اكس الى واحد هنا اف دو اكس ناقص اف دو واحد على اكس ناقص واحد هي ليميت عندما يقول اكس الى واحد هي اكس اس ان اف دو واحد هي واحد الا حسبتها راه هي واحد اتعوض هنا واحد اس ان هي واحد لا اكس ناقص واحد اذا الى مشينا هاد واحد هو واحد اس ان يلا عوضنا راه غتعطينا شكل غير محدد وبالتالي شنو غنمشيو نديرو هي ليميت كاين قضيه غير في تسعين اكس غادي لواحد شوف هذا اكس اس ان ناقص واحد هي اكس ناقص واحد عامل اكس اس ان ناقص واحد زائد اكس اس ان ناقص جوج زائد حتى كنوصلو الاكس او الصفر اللي هي واحد كنبقاو هابطين هابطين شنو هي هاد واحد هي اكس اس صفر على اكس ناقص واحد صافي هي ليميت غتبقى لنا دابا اختزلنا باكس ناقص واحد بقى لنا اكس غادي لواحد اش ديال اكس اس ان ناقص واحد زائد اكس اس ان ناقص جوج زائد حتى واحد وشنو قلت لكم هاد واحد هادي هاد واحد بحال الا راها اكس او صفر صافي اذا بالتالي من انطلقنا من انطلقنا من ان ناقص واحد ان ناقص شحال من طير شحال من من حد كاين هنا هذا ناقص هذا زائد واحد ان ناقص واحد ان زائد صفر زائد اذا شحال من حد كاين هنا كاين ان صافي كاين هنا ان حد وبالتالي اللي غنجيو هنا نعوضو دابا غنجيو نعوضو بالواحد غتجينا واحد أس ان ناقص واحد زائد واحد أس ان ناقص جوج زائد حتى الواحد اللي هي واحد زائد واحد زائد شحال من مرة شحال من مرة هنا شكون كيحكم قلتلكم بدينا من ان ناقص واحد حبسنا من زيرو اذا شحال كاين من رقم شحال كاين من حد كنديرو هذا ناقص هذا وكنزيدو عليه واحد ناقص واحد ناقص صفر هي ن واحد اه واحد هي اذا هنا أن عليها واحد هي هي اذا هي هي مره هي 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 واحد زائد هي هي واحد هي 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 صافي هي هي ومنه واحد هي هي مرة قابلة للاشتقاق في واحد قابلة للاشتقاق في واحد و اف بريم ديال واحد هي ان صافي هي ان اذا بالنسبة للعملية السابعة اف دو اكس كتساوي اكس اس جوج مضروبة في كوسينوس ديال واحد على اكس اذا كان اكس كيخالف الصفر اف صفر تسافر صورة صفر هي صفر هنا قالنا عاوتاني نديرو دراسة قبل الاشتقاق في النقطة زيرو إذا غنمشيو نحسبو ليميت ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر إف إكس ناقص إف صفر لا إكس ناقص صفر تساوي هي عندما يؤول إكس إلى صفر صافي عندما يؤول إكس إلى صفر شنو هي إكس هي إكس اوس اثنان كوسينوس واحد على إكس إف صفر هي صفر على إكس صفر تساوي هي ليميت إكس غادي لزيرو هنا غنختازلو بواحد الإكس وغتبقى لنا إكس كوسينوس واحد على إكس إذا هنا كيفاش غنحددو النهاية ديال هاد نعلم ان مهما يكون اكس كينتمي لاغ نجمه كوسينوس ديال واحد على اكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد واحد اذا اكس كوسينوس ديال واحد على اكس راها محصوره ما بين اكس و ناقص اكس دائما مهما يكون اكس كينتمي لاخر بما ان ليميت ديال اكس هنا هادو مصادق ديال النهايات الا كانت عنا يعني واحد الداله اف دو اكس انا كنخدموا الدالة قاعده الا كانت واحد القاعده اللي هي الا كانت اف دو اكس محصوره ما عندهاش علاقه هذا اف دو اكس ما عندهاش علاقه بادي محصوره ما بين واحد جي دو اكس و اش دو اكس كان بين و الا كانت عندنا اف دو اكس محسومه بين جي دو اكس و اش دو اكس والليميت ديال اف دو اكس والليميت ديال جي دو اكس كتساوي الليميت ديال اش دو اكس عندما يقول اكس الى واحد ا اكس كيقول ا فان الليميت ديال اف دو اكس الا كانوا كيساويو هنا واحد العدد ال فان الليميت ديال اف دو اكس هي كتساوي ال لما يقول اكس الى ا صافي هي اللي غنطبق هنا القاعده راكم درتوها في النهايه اذا عندي هنا عند ليميت ديال اف دو عندما يؤول اكس الى صفر تساوي ليميت لنا اكس الى صفر ديال ناقص اكس كلهم كيساويو زيرو صافي ليميت ديال اف دو اكس ليميت ديال اكس ملي كيمشي اكس لزيرو راه هي ليميت ناقص اكس كلهم كيساويو زيرو فان ليميت عندما يؤول اكس الى صفر ديال اكس كوسينوس واحد على إكس حتى هي كتساوي صفر ومنه إف قابلة للإشتقاق في صفر إف قابلة للإشتقاق في صفر و إف بريم ديال زيرو هي زيرو صافي إف بريم ديال زيرو ليميت هذه القناعة هي زيرو منه ليميت بريم زيرو هي صفر وندوزو لاخر وحده اذا اخر وحده عطاونا هنايا قالوا لنا اف دو اكس كتساوي سينوس ديال اكس كاري ناقص واحد على اكس ناقص واحد هنا اكس كيساوي ناقص واحد اكس زيرو عفوا اذا حنا عاوتاني خصنا هنا نحسبو ليميت ليميت اكس غادي ناقص واحد ديال اف دو اكس صافي اف دو اكس ناقص اف ناقص واحد على اكس ناقص ناقص واحد تساوي ليميت اكس غادي ناقص واحد اف دو اكس هي سينوس ديال اكس اس اثنان ناقص واحد على اكس ناقص واحد هنا هادي غتجينا اكس زائد واحد اف ناقص واحد حنا نحسبوها اف ديال ناقص واحد شحال هي هي السينوس ديال ناقص واحد أس جوج ناقص واحد على ناقص واحد ناقص واحد لي هي السينوس ديال واحد ناقص واحد على ناقص جوج هي سونس ديال صفر على ناقص جوج لي هي صفر ناقص واحد هي صفر أوكي وبالتالي بلا هنا بلا تساوي هي ليميت إكس غادي ناقص واحد ديال سينوس إكس كاري ناقص واحد على إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد هاد المقام اللي هنا كيبطل هي ليميت إكس غادي ناقص واحد ديال أش ديال سينوس إكس كاري ناقص واحد على إكس كاري ناقص واحد إذا هنا شنو غنمشيو نديرو؟ نضع طي نضع مثلا طي كيساوي إكس كاري ناقص واحد إذا طي يؤول إلى صفر ملي تيمشي إكس لواحد كاينة ولا لا؟ إلا عوضنا هنا إكس بالواحد، واحد ناقص واحد كتعطينا زيرو. ومنه ليميت اكس غادي لناقص واحد هنا ملي كيمشي اكس ناقص واحد, واحد عفوا ناقص واحد ديال سينيس اكس كاري ناقص واحد على اكس كاري ناقص واحد تساوي هي ليميت ما يقول تي الى صفر سينيس اكس كاري ناقص واحد شنو هي تي على تي شحال هي ليميت ديال سينوس تي على تي ملي كيمشي هي واحد ومنه اف قابلة للاشتقاق في قابلة للاشتقاق في ناقص واحد و اف بريم ديال ناقص واحد يساوي واحد صافي نهاية حل التمرين